السلام عليكم خويا، عاودينا شنو وقع لك؟ شنو وقع لك؟ شنو وقع لك؟ عرف اللايف. السلام عليكم خويا، مشيت واحد العسل واحد الناس عرضوا عليا، مشيت عليا ما بيا مريح فعلي بحال الناس، مريح نتفرج انا فعلي بحال الدراري كاملين. رحت وانا طبعاً نخرج كنتفاجئ بواحد الناس جاو بداو كيضربوا فيا بدون سبب، جاو بداو كيضربوا فيا صافي بالقرايب بالزجاج بالشراب والكسال صافي ضربوني غير كنتفاجئ مني فقط الموس مني فقط كنتفاجئ بواحد السيد ضربني الموس خسر لي حياتي من كامل وتقوى ما كنتش كذابة خسر لي الحال ديالي صافي. جيت درت شكاية على الدار الملكي الشكاية الأولى درت شكاية صافي قال لي سير كنعيطو ليك مشيت بحالاتي ما عيطوش ليا رايح 15 يوم تقريبا صافي ملي ما عيطوش ليا هبط النيابة العامة الوكيل المالي. واخا عاوديني كيفاش وقع لك مع هاد الناس هادو تضربتي معاهم؟ هاد الناس هادو خويا كنت مريح انا مع اليمين مشيت للعرس مريح بلا حتى حاجة غنضرب عليها ولا شي حاجة مريح نتفرج بحالي بحال الناس عاد صافي تفاجأت بهم جاو بداو كيضربو فيا بدون سبب ما درتش انا شي حاجة باش باش ناخد البلاصة كاملة وغيضربوني بهاد الموس هذا مريح مع اليمين جاو ضربوني بالموس تعداو عليا صافي وصلوني شي دراري من عندي مرة وصلوني للدار وصلوني للدار ربط السبيطار خيط بس خمسة الغرزات صافي شد الشهادة الطبية ديالي في 26 يوم مشيت حتى لدارك الملك. كانوا معك شي مشاكل مع هاد الناس هادو؟ لا ما عندي لا مشاكل لا عداوة ما عنديش عداوة مع شي واحد انا ما مدوزش 24 ساعة ما عمرني دوزت انا اصلا كاع صافي. شنو كدير في حياتك؟ كنخدم انا خويا كندير شافور ديال الكوكو دابا بنادم وليت كنوقف عليه وكيشوف فيا الضربة كنبغي نخدم كيشوف فيا الضربة كيقول هذاك كلوشار كيبغي شي خدم كما كتشوف خسر وين تعداو عليا خويا. هو الضربة خلقت لك مشاكل؟ الضربة خلقت لي مشاكل كثيرة ولي كنوقف لبنان كنوقف للباطرون كنبغي نخدم كيشوف لي هكا صافي يقول لي سير غنعيط لك كي عيط لي صافي كيقول هذا شنو كاتب واحد نقدر غادي يخدم معايا ضيعوني في حياتي الضربة تسبب لي شدة الإعاقات شدة المشاكل مرتي؟ مرتي هو دابا كتجيني الدوخة من الضربة دابا حاليا كتجيني الدوخة صافي طلعت هذيك شدة الشهادة الطبية في 26 يوم هذا الدارك الملكي قال لي سير غنعيطوا لك كيما نديكم صافي مشيت ما عيطوش ليا هبط النيابة العامة هبط النيابة العامة درت الشكاية ديالي صافي قال لي ريح 15 يوم واحد اخر مشيت ريحت 15 يوم ريحت 15 يوم رجعت كنسول للمسطار واش خرجت ولا ما خرجتش مشيت للدار الملكي صافي قال لي المسطار ما عرفناش واش خرجت ولا ما خرجتش هوت النيابة العامة ربطني بلا ما سولت قال لي ولد المسطار خرج صافي رجعت عندهم قال لي سير كنعيطو لك صافي مشيت ما عيط لي حتى واحد ما عيط لي حتى واحد صافي وكان ناشد. انت باش حفا عمرك انت؟ 24 عام كان 24 صافي قال لي باقي تابعك مستقبل باغي دير باغي تخدم باغي نخدم دابا تسبات لي انا في الاعاقه دابا ولي اللي قاتل لي دابا كم واحد مشي لعندو دابا ما بغاش يخدم صافي ما كيشوف من الضربه ها طالي ضرب من الجنون من مصر في واحد القبر صافي ناشد المسؤولين ياخذوا لي الحق ديالي من الناس هاد الناس هاد عندهم نفوذ دابا وهاد المسؤولين الناس مسؤولين وقفوا معايا يتعاونوا معايا كناخذ الحق ديالي انا كنطلب من الوكيل المالي في الدارك الملكي ياخذ لي الحق ديالي. كتحس بالحقره؟ كنحس بالحقره حقره كثيره انا دابا الحق تاعي ما خديتوش انا في عمري 24 عام خسروني انا كناشد دارك مالكي الوكيل المالكي ياخذ لي الحق تاعي من الناس هذا حقروك حقروني بزاف تعدوا عليا الضربه خسروني انا من حياتي دابا انا ما بقيتش قادر نخدم لا ما كاينش اللي نخدم لا هادشي اللي كاين لا حول ولا قوه الا بالله. والعائله ديالك اش كتقول؟ العائله ديالي راه مضمرين اخويا بزاف هاد الضربه اللي كيشوفوني كنمشي كنخدم حتى واحد مقدر يخدمني صافي شد الميكرو فيك شد الميكرو العائلة يعني دمروا العائلة هاي اللي دمرات اخويا ملي كيشوفوا انت دابا باقي عمرك 24 عام باقي تابعك المستقبل غادي باقي تخدم باقي عندك شله تابعينك شله حوايج في المستقبل
كيشوف التضيره ضاعتي اللي وقفت عليه كتقول لي راه الخدم ما كيخدمكش كيشوفك الطار هذا كيقول هذا كلش دابا انا فهمت انت غنمشي ليه باش عنده كي يرد لي ما بقيتش واحد القمر يخدم لي غنمشي انا غنمشي دابا غنقرا راس وقتي قبل المستقبل تاع الشيء اللي حوايج واحد تاع لينا هو الضربه في الوضع شد على شوف الضربه الكبيره تدعو عليا الناس خسرونا خويا يعني قالوا لك مد صافي وشنو قالوا لك العائله بساكن بحال شنو قالوا لك العائله العائله هو قال لي طالب الحق ديالك قال لي ما تنازلش قال لي طالب الحقوق ديالك قال لي ياخذ هذا المجرم ياخذ ياخذ الجزاء ديالك حنا في دوله حق القانون الحمد لله اللهم لك الحمد حنا في دوله حق القانون اخر هم المسؤولين وقفوا معنا ياخذوا لي الحق تاعي من هذا المجرم هذا المجرم هذا عنده نفوذ المجرم هذا عنده نفوذ وانا بغيت نتعاقب بغيت ناخذ الحق تاعي من سيدي ولا نصور محمد السادس عنده شي صوابق ما عرفتش واش عنده صوابق ولا ما عندوش يعني انت حياتك ضاعت انا حياتي ضاعت دابا انا حياتي شنو دابا خاصك تمشي تخدم تكون الحياه تاعك انا دابا وليت باغي نخدم حتى واحد لقاو يخدم لي شاف فيا الضربه كيقول لي كلشي اللي كنمشي كنوقع عليك ونقول لك خويا باغي نخدم صافي كيشوف لي الضربه كيقول لي سير غنعيط لك صافي حتى واحد لقاو يخدم لي عقدتك عقدتني الضربه في حياتي دابا اللي شاف كيقول كلوشار وانا راه الدري ومد الناس قال لي شنو عامر الله يرحمه هي الصداع الاول الناس عدوا عليا تحسوا لي السلام عليكم عذبوك ياك اخويا عذبوني اخويا في الحياه ديالي دابا كنطلب الوكيل المالي في الدار المالكيه ياخذ لي الحق تاعي من الناس الحمد لله كان قانون في البلاد هادشي اللي كنطالب به ياخذ لي الحق تاعي من المجرمين من هذوما يعني بغيت حقك منهم بغيت الحق تاعي يا خويا كلاش شد لي الحق تاعي من السيد رد عليا خويا شنو الرساله ديالك الاخيره الرسالة ديالي الأخيرة كنطالب المسؤولين شي مسؤول يوقف معنا وياخذ لي الحق تاعي من هذا المجرم هذا خويا اللي تعدى عليا وخسر لي حياتي وقع لي المستقبل الأول شنو كيقول هو دابا؟ هو كيقول انا ما ضربتوش هادشي اللي كيقول وانا عارف هو اللي تعدى عليا هو اللي كرفص ليا ضيع ليا حياتي هادشي اللي كاين اخويا ما نكذبش عليكم انا داكشي اللي كاين راه كنقولو اللي كاين عاود كيقول داكشي بالضبط خرجت من عالدارك الملكي انا خارج من عالدارك الملكي قال لي واخا تمشي للرباط قال لي ما تصور حتى حاجه كنت عندنا بالنفوذ يعني عندنا بالنفوذ قال لا السيد ما نصور لي حتى حاجه وانا كنطالب الناس المسؤولين وقفوا معايا ياخذوا لي الحق تاعي من السيد هذا كان هو عنده نفوذ راه كاين قانون في البلاد قال لي حنا فوق القانون خارج كيقول لي حنا فوق القانون ماشي ناس اللي حنا فوق القانون الناس هما اللي ساندين بلاش ما نضرب السنايدين لا داعي لي نضرب راسنا انت دابا بغيتها حق انا دابا باغي ناخذ حق تاعي من الناس هادشي باش كنطالب كنطالب الدارات الملاهي الوكيل المالي ياخذ لي الحق ديالي من السيد هذا تعدى عليا دابا انا مستقبل ديالي باه